للحديث أكثر عن اليوم العالمي للقلب ينضم إلينا عبر السكايب دكتور وليد الحبيب استشاري القلب والقصور القلبي. يسعد صباحك دكتور وليد. أهلا وسهلا. الله يحييكم. أهلا وسهلا فيكم. يعطيكم العافية. الله يحييك ويبقيك. يعني نبغى نعرف إيش أكثر الأسباب شيوعا المتسببة في أمراض القلب داخل المملكة؟ نعم، داخل المملكة وخارجها حقيقة في تشابه كبير في الأسباب، ولذلك اخترنا في جمعية القلب السعودية هذا العام شعار ستضحك، وأخذنا هذه الأحرف من سين سكري، تي التاء تدخين، ضاد ضغط الدم، حاء الحركة قلة الحركة، والكاف الكوليسترول. فهذه خمس أسباب حقيقة هي الأسباب الرئيسية، وإذا اهتممنا وركزنا على هذه الأسباب فإن شاء الله ستضحك لنا قلوبنا بالخير والعافية، ونسأل الجميع السلامة بإذن الله يا رب. نعم، هذه إذن هي المهددات الرئيسية لصحة القلب. كيف أتعامل مع هذه المهددات سواء بالابتعاد بالتقليل، وكيف أيضا أضع هذه الأهمية اليوم إذا ما عرفنا أنه والله كلمة تضحك هي النتيجة في حال الابتعاد، كيف أعلم أنه والله هذا الأمر في غاية الأهمية؟ لأنه ترى جانب مهم، الإيمان بالشيء هو أول محرك لطبعا النقل وأيضا التفاعل في السلوك. صحيح، وهذا هو دورنا الرئيسي في التوعية وتوصيل المعلومة الحقيقية والصحيحة إلى المجتمع، وتثقيفهم وتوعيتهم بأهمية هذه العوامل. فهناك بعض العوامل تستطيع أن تتحكم بها، وأخرى ما تقدر تمنعها لكن ممكن تتقيها أو تؤخر حدوثها. قل لنا دكتور المعلومات اللي تتعلق بهذه العوامل وكيف قاعدة تأثر على أمراض القلب وتسبب وفيات أو حتى طبعا مضاعفات. صحيح، فالسكري مثلا، مرض السكري للأسف في انتشار كبير، جزء عامل كبير منه وراثي في المجتمع السعودي بشكل، ويزداد مع الوقت بسبب زيادة السمنة وقلة الحركة وطبيعة الأكل، لكن يمكن الوقاية منه بالرياضة، بالفحص المبكر، بالعلاج ومتابعة المرض من وقت مبكر. ومنها طبعا أهمية الحركة، فالحركة مهمة جدا، للرياضة عموما تقلل من مخاطر أمراض القلب وتقلل من مخاطر السكري والضغط. التدخين طبعا ننصح بالابتعاد عنه والتوقف عنه، والكوليسترول ننصح باكتشافه المبكر وعلاجه. فهذه العوامل الرئيسية لابد من اكتشافها المبكر، خاصة عندما يكون هناك تاريخ وراثي قوي مثلا في العائلة لمرض السكري، الضغط، الكوليسترول، أمراض القلب. ننصح هؤلاء الأشخاص بالفحص المبكر من سن 30 أو حتى قبل لتفادي مضاعفات هذه الأمراض. وبعد اكتشاف هذه الأمراض لابد من العلاج الصحيح والمتابعة الدقيقة مع الأطباء المختصين حتى نقلل من مضاعفات هذه الأمراض على القلب. طيب بالنسبة لعلاقة الصحة النفسية ونمط الحياة أيضا السلوك الغذائي بأمراض القلب؟ بلا شك، وجدنا أنه السترس أو التوتر والإجهاد القوي عامل كبير جدا في زيادة أمراض القلب وتصلب الشرايين والأزمات القلبية. وبقدر الإمكان ننصح بالتعامل مع هذه المؤثرات وهذا الإجهاد الشديد والتقليل منه. التغذية كذلك كما تفضلتي جزء وعامل كبير جدا، فننصح دائما بالتقليل من السكريات والنشويات والمواد والأدوية والأغذية الدسمة حتى نقلل من ارتفاع الوزن ومن أمراض السكري والضغط. على طاري الضغوطات، يمكن زمان دكتور الضغوطات في محيطات مغلقة معينة سواء العائلة، العمل، الأصدقاء اللي يعيشها الإنسان. اليوم الإنسان يعيش في الكوكب كله من خلال طبعا هاتفه النقال، يتابع الأخبار أول بأول، يعيش أحداث، يعيش صراعات، جدل، فتلقى في السوشيال ميديا يتعرض يعني في الثانية لعدة ضغوطات. ما في دراسات عن هذا الاتجاه كيف يمكن أن تؤثر على صحة قلوبنا، أنك اليوم أنت عايش مع كل قضايا الكوكب وقاعد أحيانا تشكل ضغط، أحيانا تتفاعل معها؟ ما تحضرني حاليا دراسات خاصة بهذا الموضوع، بس كما تفضلت هذه كلها تزيد من التوتر والضغوط والمشاكل النفسية التي تؤثر
بالتالي على الصحة العامة والصحة القلبية بلا شك. نعم، طيب يعني احنا شايفين توجهنا الآن داخل المملكة لجودة الحياة، كلنا نبحث عن السعادة، عن جودة الحياة، عن الاستمتاع بالمشاريع والأنظمة والتشريعات الجديدة التي في النهاية تصب لجودة الحياة، علاقة ذلك بالصحة النفسية بالتالي على أمراض القلب، في انخفاض كمان أعداد مصابين مرضى القلب. صحيح، جودة الحياة عامل مهم جدا، ومن أهم نقاط جودة الحياة هي جودة الحياة الصحية. فإذا كنت لا تستمتع بصحة جيدة ولديك مضاعفات أو محدود الحركة بسبب أمراض مزمنة أو مشاكل مثل تأثير هذه الأمراض على القلب والكلى والرئة، فستؤثر تبعا على جودة الحياة وعلى جودة الحياة النفسية تبعا لذلك، ومنها الأمراض عموما. وهناك علاقة قوية بين الصحة النفسية وظهور الأمراض، وكذلك تطور حالة الأمراض. فحتى الأشخاص اللي عندهم أمراض قلب إذا عندهم مشاكل في الصحة النفسية معها، عندهم اكتئاب مثلا حاد، فإن تدهور حالتهم يكون أكبر بكثير من الذين لا يعانون من مشاكل نفسية. دكتور، إلى أي درجة أمراض القلب خطر محدق بالإنسان، يعني عن نسب الوفيات كمهدد صحي أيضا على مستوى العالمي، عشان اليوم نعرف كيف نتعامل مع هالخطورة، هل هي مرتفعة، منخفضة، متوسطة؟ أمراض القلب تبقى هي السبب الرئيسي للوفيات على مستوى العالم وفي المملكة العربية السعودية. السبب الرئيسي، يعني نتحدث عن السبب الأول. السبب الأول، نعم. السبب الأول، حتى أنه بعض الأمراض مثل قصور القلبي وضعف عضلة القلب يتجاوز وفياتها أكثر من كثير من أنواع السرطانات. فإن أمراض ضعف عضلة القلب والقصور القلبي قد تسبب الوفيات في بنسبة 20% من مرضاها في السنة الأولى. فبلا شك أمراض القلب هي السبب الرئيسي على مستوى العالم في الوفية. نعم، وبالتأكيد هناك إشارات لابد من متابعتها عند الأشخاص علشان كمان يعرفوا أنه هذه الإشارات ممكن تكون سبب من أسباب أمراض القلب. يعطيك ألف عافية دكتور وليد الحبيب، استشاري القلب والقصور القلبي. شكرا يا دكتور وليد، والله يحفظ قلوب الجميع.